اخبارها عني؟ ها عملت ايه يا اخوي؟ تعملي ايه؟ لو ربنا بعتك رزق من واسع. انا ما عزاش من الدنيا غير ان افضل تحت رجليك. خليني جارك يا سيدنا. يا ريت امري بيدي. لا يا سيدنا، سكت عليك النبي ما تسيبني وحياه ميتينك. سيب الميتين في حالهم واعمل اللي هقول لك عليه. حاضر. تقعد عند العمده ياكش تلفت القاكي وراي. يلا دوري. اسم حسن عبد العزيز ابراهيم، المهنه مهندس راعي، محل الميلاد المنظره منفلوط، الشيخ خلف مهندس. برع هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ انا خلاص معرفش افكر. جينا جربنا الدكاترة والمشايخ كمان، خرجت ايه؟ مش فاهم انا دي. اخدها واسافر المغرب يا اخويا، بيقولوا المغرب. ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ الله، ما كفناش احنا المصايب دي؟ يعني عايزني البت تروح من ايدي؟ مصيبة ولا اكبر من كده؟ الشيخ ده اللي اسمه خلف. يوه، احنا مش عايزين نسمع سيرة دي تاني. مش تعريفي بس الاول، ايه اللي حصل؟ قال ليه؟ قال لك ايه؟ هو انت كمان قعدت تتكلم معاه بدل ما تروح تقتله؟ هيقولوا ان فيه كنز وذهب كتير. ذهب؟ عمور المركز هيؤكد لي ان الراجل ده سره باتع، وانه هو وايه يعني... كمان؟ لا مفيش. ما تكمل يا اخويا. كمل اقول ايه؟ ما انت عارفه كل حاجه، عارفه ظروفي. انا جربت السجن. شوف ابو لك ابو حسن، الشيخ خلف عاوز اتجوز بنتك. نعم، اهو ده اللي كان ناقص. انت برعي؟ مستحيل تكون اخويا عايز تضحي ببنتي عشان كنز يا عالم موجود ولا لا؟ لا انا ما قلتش كده. انا كل اللي جه في راسي ان ياسمين ايه بنتك. ماتت؟ عايز تدفنها بالحياه مع راجل زي ده؟ ما يمكن يكون ده علاجها. علاجها انك تدفنها بالحياه؟ لا، انت جبت اخرها. انا هاخد بنتي واطلع بيها على مصر وهوديها احسن مصحه هناك. استني بس، مالك فيك ايه؟ مش يمكن يكون شفاها على يد الراجل ده؟ انت مش لسه من شويه قلت كنت انت عاوزه توديها المغرب؟ بعدين ممكن يكون الراجل ده مسها وبكده تبقى مرته. لا، انا مش قادره اصدق الكلام اللي بيتقال ده. انا قربت اتجنن. يا رب اللي بيحصل لنا ده، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، مش قادر استحمل. مالها البنت دي؟ أه.
حصنت بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، مفتاحه لا حول ولا قوة إلا بالله. من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا، لمسا لمسا، لموسا لموسا، مأمونا مأمونا. أنا الأسد، سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن جاءوني فردهم، وإن بغوا علي فهدهم، فإنك أنت الله ربي وربهم ورب الخلائق كلهم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو العلي العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا رب. Mm-hmm.
آه يا دنيا وآه يا دنيا وآه. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر، هبوا املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. يشوط نايمين وشمال زي ما هو عاوز، يبعتك في انصاص الليل يدور على الكيدز
وهو هنا ياكل ويشرب ويستحمى ويهيص، والنبي هيلاقي ناس هبله زينا فين يوديها ويجيبها زي ما هو عاوز. وكل ده عشان ايه؟ عمى عينيك بالذهب اللي مش هتلاقيه، سد ودانك بالكنز، خلاك ترمي ضنايا تحت رجليه مستك شرفك. حسن اطلي، اسمع يا عاد، اللي كنت عارف مشايخ ولا صحرة؟ انتوا بدك جرجرتوني وراكم، انت قعدت تتحايل علي عشان اجيبه، لو عاوزاني اقتله دلوقتي اطلع اقتله. وتطلع ليه؟ انا نزلت اهو. اسمع شيخ قرد، انت شيخ قرد؟ انا ما منمتش من امبارح، وعكت فكر ان انت هتنص من يدي. انت مش ورطني وراك ولا صابر عليك، لكن ورحمة أمي. ألف رحمة ونور عليها. أنا بقول ورحمة أمي، ما يكفيني فيك موتك لو أنت هتتلعبل. موت إيه عاد؟ تعال افطر معايا، أنا ميت من الجوع. تلاقيك أنت كمان ما أكلتش من إمبارح. عبدو. أيوه يا سيدنا. عملت السليقة اللي قلت لك عليها؟ أيوة يا سيدنا. أجيبها؟ لا، دي للعروسة وأنا هوكلها لها بيدي. زودت البصل والثوم زي ما قلت لك؟ إيه؟ سيبها على نار هادية تاخد لها غلوة على مفطر. حاضر. وعلى الغدا اعمل لنا حمام زي دي، وبط ورز ومحشي وموزة وفطير وذكر بوح. حاضر. فين النابت اللي ما كنتش غيره انت في بيت العمده جناب السلطان؟ سمي ومد يدك. والحمام والبح والمحشي والسرسوم والحاجات دي كلها ليه؟ للعروسه. جونت في الجبل. يا ترى هنعمل متر انفاق ولا ايه يا باشمهندس؟ مطلتم يا باشمهندس قرد ولا حسن؟ مش اسمك برضو حسن عبد العزيز ابراهيم؟ اياك تفتح الباب دي. عارف ليه؟ عشان حسن مات. مات. واياك تجيب سيرته تاني. ليه؟ ريع على فين؟ طلعت من باب البلة دي، مش يبقى حسن بس اللي مات، انت كمان هتموت. الغفر كلهم واخدين اوامر، لو شافوك بصيت من شباك ولا باب هيقتلوك. انت هتقعد محبوس في البلة دي لحد ما تجيب اخرك او تكون اخرك. العفاريت والجن بتوعك دول هيفلتوك من يدي. انت اللي عملته فيا يا شيخ خلف، حدش عمله. انا مش عارف كيف طوعتك. طمعك اكحت يا ابو راعي، اكحت. هتطلع دهب، دهب هيزغلل عينيك ويزلزل عقلك ويعصر قلبك ويخطف روحك. وردم، بس قبل ما تردم اتأكد عتردم على ايه.
لأن الذهب اللي هتطلعه من الأرض تيجي تروح وربنا وحده اللي يعلم هتكون روح مين. السليقة يا عبدو. أموت وأعرف جلابيه تلبسها كيف؟ تعال رصي وخلاص. اديني أنا اللي حرص. قوم. ودي الزيارة دي يا حاج؟ أنا والحاجة طبعا. وأيديك نفسك قطعته بالبرعي بعد اللي عمله؟ إحنا ما هنزورش برعي، إحنا رايحين نزور الشيخ خلف. الأصول أصول. أيوة أمال، مش عريس عاد؟ ده جواز على سنة الله ورسوله، الراجل ما يعبوش حاجة. أيوة، بعد ما عمل عملته كان لازم يتجوزها. أهو الكلام الماسخ ده ما يلزمنيش. الشيخ خلف له دين في رقبتي. ما قلناش حاجة يا حاج، بس كنت عاوز أقول يعني كيف برعي بعد ما ولع في القصب يجوزه بتخته؟ أنا أدلي شطه يا حاج، الراجل كان في بيتك ملاك، خط عطبة سراية برعي، قال عليه اللي قال. إحنا خدنا من الشيخ خلف خيره، وبرعي ياخد منه اللي يرضيه، اللي هيعمل خير هيلقاه خير، واللي هيعمل شر هيلقاه شر، كل حي ياخد نصيبه. والله يا رجالة ربنا يفتح عليك يا حاج ويزيدك من فضله. رايحة فين يا بيت؟ جاية معاكم يا حاج عشان أدخل الزيارة. ربنا سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا سليمان بنعم كتير ملهاش حصر، الجن، الطير، الريح كانت خاضعة ليه، بس زي ما ربنا اداه ربنا ابتلاه بمرض شديد احتار فيه العلماء والحكماء والجان، والطير سافرت لآخر الأرض تجيب كل الأعشاب من كل صنف ولون، بس المرض يتمكن منه. سيدنا سليمان عمل إيه؟ لسانه ما بطلش يذكر ربنا ويطلب الشفاء منه، ربنا استجاب لدعاه وانتهى الامتحان. بعد ما توكد إن كل ملكه كل عظمته كل جاه ما تقدرش تجيب له الشفاء إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد، ربنا بس هو الشافي. عايزين ايه؟ معاهم زيارة لسيدنا والست الصغيرة. زيارة؟ زيارة ليه؟ للعرسان يا ست هانم.
عرسان روحي قولي سيدك برعي قابلهم. سيدي خرج من مدة يا ست هاني. روحي قولي لهم ان خرج من مدة. قالوا جايين للشيخ خلف. روحي قولي لهم العرسان نايمين في شهر العسل، خرجوا ماتوا، خلصينا بقى. يا ابو العمدة العرسان نايمين في العسل يا ابو العمدة. تحشم يا بنت. مالها هي يا حاجة؟ العيب على اللي جاريين. قولي لسيدك يا بنت ان العمدة جه عشان يشوف الشيخ خلف. ولو الشيخ خلف ليه موت راح تاني انا ما كنتش عتبت هنا. يلا بينا يا حجه. بس البت شربتها هتحط لثباتك. يلا يا حجه ما انا قلت قيمه. يا ساتر ايه الحكايه يعني؟ يلا هنقعد نحفر كده لغايه ما الجبل يتهد علينا. هو عايز يدفننا هنا ولا ايه؟ اصبر اصبر شويه يا عماد بيه اصبر يا عم. انا جبت اخري دي شكلها نصبايه.